اهلا بحضراتكم مره تانية. السؤال الكبير اللي حضراتكم بقيتم فجاه كده كلكم تسالوه في نفس الوقت، وانا سعيد بانه في اهتمام بالشان العام لانه خلاص بقى بينعكس بشكل مباشر على كل واحد فينا. البلد دي رايحه فين؟ بالذات بقى في تركيز اكتر على الاقتصاد، الدولار والاسعار والتضخم والبطاله والحاجات دي كلها. انا معايا بقى ايه، ولا ينبئكم ولا ينبئك مثل خبير، استاذ مصباح قطب، كاتب صحفي متخصص في هذا المجال ومشتغل بقى في الحكومه وحاجات كده، يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. فاحنا النهارده بقى ايه، ازي حضرتك يا استاذ مصباح؟ الحمد لله، منورنا. تعيش، منور فيك. طيب انا هسالك الاسئله العامه دي عشان حضرتك ايه تاخدها من المدخل اللي انت عايزه، وعشان اهم حاجه في الاخر الناس تفهم معانا ايه اللي بيحصل. ايه الوضع الاقتصادي في مصر الان؟ حضرتك تقيمه ازاي؟ هل احنا النهارده مثلا احسن من سنه فاتت، احسن من سنتين فاتت؟ طبعا عاده ان احنا بنقارن نفسنا بما قبل 25 يناير وبعد 25 يناير، تشوفها ازاي؟ في كذا طريقة للإجابة. نعم. يعني واحدة منهم إن واحد يقول لك نبص على المؤشرات الاقتصاد الكلي اللي الناس بتعرف منها الوضع الاقتصادي البلد. فتشوف بقى معدل النمو كام ومعدل التضخم كام والصادرات إيه والواردات إيه والبطالة كام. ودي ما فيهاش تحسن كبير، يعني بالعكس احنا شايفين طبعا في التضخم وصل إلى مستوى زي ما يمكن كنت بتكلم الدكتور أحمد جلال من شوية. يعني مش مسبوق على الأقل من سنة 60 وأنت جاي. حاجة 20%. يعني 29 وكذا في المية. يمكن المرة الوحيدة اللي يعني عدى فيها ال20 كان في اصلاح الدكتور عاطف صدقي في سنة وصل عن ما يعني رجع وقتها يعني. فدي طريقة، لكن قد لا يعني لا ترضي الكاسيين لانه يقول لك انا يعني هناكل مؤشرات ولا نشرب مؤشرات. وطريقة تانية، ما الذي يشعر به الناس في البيوت؟ برضه ده سؤال مهم. يمكن ده اللي يمكن خليه هو المدخل المناسب النهارده للكلام منه يعني. يعني اهم حاجتين يمكن بيوجعوا الناس في مصر هما الاسعار والبطاله او التضخم والبطاله يعني. ومن الناحيه دي الناس محقه تماما في ان ترى الوضع رمادي ومش متاكده قوي ان احنا ماشيين صح زي ما الحكومه بتقول او مؤسسات اجنبيه بتقول، وعايزه يعني ادله كتير ملموسه اكتر من يعني ممن يخاطبون الجمهور العام من اهل الحكم يعني او حتى من المجتمع السياسي يعني. وده طبعا مفتقد الحقيقه بامانه يعني لحد دلوقتي. ما في حد يكلم الناس بالقدر الكافي. يعني هو الوحيد شويه اللي كان بيعملها المهندس ابراهيم محلب وبعد كده ما فيش، فيعني ايه، فدي مشكله جامده جدا وانا رايي انها لا تقل خطوره عن الاوضاع الصعبه اللي الناس بتعيشها. يعني الاوضاع الصعبه وكمان عدم وضوح الرؤيه بشانها. حد يكلمهم كمان بلغه ويقنع الناس وياخد منها ويعكس يعني ايه مخاوفها واحلامها في ترجمها في حاجه كده ايه ترضي الناس. ده موضوع خطير جدا ومش شايف انه حد مهتم بيه قوي يعني. يمكن يعني حضرتك بتقول البلد رايحه لفين، طبعا الاستاذ جلال عامر كان عنده الاجابه الشهيره جدا. مش تسال. ايوه قبل ما تركب. لكن الناس زي ما انت بتقول دلوقتي بجد الحقيقه، في الواحد يعني ليا صديق من اليابان يعني تعرفت عليه من مصر يعني قاعد هناك لف الدنيا كده وبعدين هو قاعد هناك يعني. الحقيقه الاهتمام بالشان العام في مصر يفوق بلاد كتيره جدا الحقيقه، حتى دول ديمقراطيه متقدمه يعني. المصريين تقريبا رغم ان احنا بنقول موت السياسه في مصر، لكن ده على المستوى اللي فيه بقى ايه بنيه حزبيه كويسه ما فيش وهكذا يعني. ويمكن لكن الناس العاديه طول الوقت بتناقش فيه وبيناقشوا في الحاجات الجوهريه اللي فعلا لها دلاله مهمه يعني. السؤال في البيوت بتقول هنتعامل ازاي مع الوضع الشديد القسوه ده، دخلنا بيتناقص وبيتاكل وبيقل وكذا، وفي نفس الوقت بيقولوا احنا اللي جاي ده يا ترى هيبقى كويس ولا لا، ما احناش شايفين امارات لسه يعني. فده الموضوع اللي ممكن نركز عليه يعني. خليني ابدا نقول ايه المفارقه، انه الناس اللي بتفهم في الاقتصاد ياخدوها كده مستوى الماكرو فيقول لك والله ده في طرق جديده وفي بنيه اساسيه وفي كهرباء اتحسنت وفي عاصمه اداريه بتتبني وفي كذا مدينه كبيره بتتبني ومشروع مليون، وفي على المستوى المايكرو على المستوى بقى الانسان يقول لك طب انا دلوقتي انا لا هاكل لا طوب ولا زلط ولا هشرب غاز ولا هشرب بترول، انا دلوقتي كان معايا 2000 جنيه وكنت بالعافيه عايش بيهم، دلوقتي ال 2000 جنيه ما بقوش بيكفوا. طب ازاي نقنع الناس بانه كل واحد فينا احنا كاننا عاملين جمعيه، كل واحد فينا كان ممكن دخله يزيد، يعني كان ممكن ال 2000 يبقوا 2500 بس ما زادوش، لان ال 500 دي احنا حطيناها في مشروعات المفروض انها تحسن اوضاعنا في المستقبل. هل دي قراءه سليمه؟ برضه لا زال فيها جزء يعني صحيح، المؤشرات بتاع الاقتصاد الكلي ما ملهاش معنى كبير عند الناس العاديه لكنها مهمه في الاخر. احنا بنقول ايه الاستثمارات الكليه في مصر قد ايه، ما هياش كبيره وصحيح الحكومه زودت يمكن وصلتها للضعف تقريبا في الموازنه الجديده، لكن الاستثمارات العامه ما هياش كبيره قوي. معدل الاستثمار في مصر مش كبير، معدل الادخار في مصر قليل. يعني اصل دول حتى من الناحيه دي الصوره لسه محتاجه حاجات كتير تتعمل يعني. وطبعا لا زال موضوع عجز الموازنه والدين العام
الكوبا. لكن انا يعني متهيألي لو بصينا لها من ناحيه ثانيه ان الناس مش هتاكل مؤشرات ولا تعمل اكتر حاجه بقول لحضرتك وجع الناس في مصر هي القلق من بكره. دايما احنا متعودين ان النهارده طيب اهو عدى، يعني ايه لصمنا من هنا ومن هنا ومن هنا وتصرفنا هيعدي، لكن بكره ايه هو ده اللي المفروض يبقى فيه يعني اجابه. اجابه وإجابة. محدش بيكلم الناس بالقدر الكافي. مفيش الحقيقه حاجه تخوف شويه، وخصوصا طرح زي ما حضرتك عارف في فتره من فترات ان احنا طب نرجع وزاره الاعلام، والدكتور عبد المنعم سعيد قال لك القيصر ونجيب حد. لكن لا يزال يعني مش واضح قوي في مطابخ الدوله ان عندها تصور واضح للحكايه دي. اخر حاجه سمعتها قال لك طبعا بنستنى بس اما تخلص انتخابات نخب صحفيين ونطلع الهيئات اللي نص عليها الدستور فيما يتعلق بالمجلس الاعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام، يمكن يكون في حركه بعد كده يعني. بس النقطه الخطيره ويمكن اشار اليها الدكتور زياد باي الدين في الشوق في المقال بتاعه انه بيقول لك احنا يعني ايه في اقتصادين مش اقتصاد واحد في مصر. واحد بتشيد به المؤسسات الدوليه والصحف الاجنبيه والصناديق الاستثمار العالميه وكذا، واحد تاني الناس مش شايفاه كده خالص. فلا بد كمان الصوره دي يتعمل لها يعني ايه، لا لازم تبقى في صوره واحده عن الاقتصاد والاداء الاقتصادي في مصر. طيب خليني اخد الحكومه كاهم فاعل اقتصادي في مصر. ايام ايام احمد نظيف، دكتور احمد نظيف، هو ما كانش بيعمل مشروعات قوميه كبرى، هو كان شغال سياسات، يعني مش شغال مشروع، شغال سياسات. ووصل بمعدل نمو شيء 7 6 و7 ارقام زي كده في المية، وده ارقام عاليه جدا بالمعايير المصريه. احنا دلوقتي شغالين مشروعات مشروعات مشروعات، ويمكن السياسه انا ما اعرفش السياسات الحقيقه احنا بنعمل ايه، بس انا عارف ان احنا بنتكلم في السياسات بس. هل بيحصل تغيير في السياسات ولا انا مش عارف. فالسياسات الشغل في السياسات على معدل النمو، والشغل في المشروعات واضح ان احنا شغالين في 3.5 4 4 وشويه. هل الحكومه الحاليه محتاجه انها كمان بالاضافه للعمل في المشروعات تشتغل اكتر في السياسات؟ هو برضه احنا جبنا سيد الدكتور احمد جلال الحقيقه من اوائل الناس، ونظم حتى مؤتمر كان في العين السخنه على التنميه بالسياسات ولا بالمشروعات. ومن الواضح انها بالاثنين الحقيقه، لانه يعني برضه عشان الواحد يكون منصف، الدكتور ابو الغار دايما يعني بيمسك موضوع المشاريع القوميه ده يبهدله يعني كلها عموما. لكن برضه في لابد من يعني قدر من التوازن في النظر شويه. مش ممكن تكون انت من بدري احنا متاكدين ان احنا محتاجين برنامج اصلاح اقتصادي وله ايه، وهو بطبيعته خلقته كده انكماشي لازم ايه بتقلل فيه عمليات النمو، فكان لازم حته تانية تشتغل عشان يبقى فيه قدر من التوازن، لان البلد ما كانتش تستحمل مزيد من التباطؤ وايه والركود الاقتصادي يعني. فجزء مهم في الموضوع. لكن الحقيقه اللي من حقنا كلنا كشعب ومجتمع نبقى متاكدين 100% ان كل مشروع تم دراسته بطريقه يعني سليمه وجدواه واستدامته يقدر يكمل معانا ولا لا. والنقطة الثانية فيما يتعلق بالسياسات، أنا يعني بصراحة أكتر حاجة اللي تهمني إن أنا حتى الآن على الرغم من إنه محطوط على موقع وزارة الصناعة يعني في استراتيجية للصناعة في مصر، أنا مش متأكد الحقيقة إنه مصر لسه لديها سياسة صناعية واضحة يعني تبدأ منين وتوصلها لفين وبآليات وخطط يعني تنفيذية كويسة. دي مش واضحة يعني، لا يزال على الرغم من إنه الفايدة المحققة الحقيقة من ارتفاع سعر الصرف انه زي ما كان يعني الدكتور ميلاد حنا الله يرحمه كان عامل في الفصل كده من كتبه يعني ايه عصر سياده المقاولين بدل سياده القانون. فاحنا نقدر نقول بعديها انه كان عصر سياده المستوردين في مصر شويه. موضوع يعني ايه تحرير سعر الصرف ده خلى هذه الفئه بتتراجع عشان ما بقاش كل حاجه استيراد استيراد استيراد، مستغلين ضعف العمله. طبعا بجد قتلنا نفسنا وقتلنا بلدنا، وانا حتى بحمل بصراحه اليسار نفسه قدر من المسؤوليه لانه لم يدرك مبكرا اهميه السياسه النقديه على بعضها وسعر الصرف في توجيه المسار العام لاقتصاد اي دوله يعني. يعني كنا قاعدين نقول الصين وامريكا بيتخانقوا، طب ما سالناش نفسنا ليه وليه وايه اللي نستفيده من ده ما عملناش ده. طب انا فاكر انه يعني مره كنت اقرا كده حاجه عن تركيا، وكانوا بيقولوا ايه اللي عمله اردوغان وراجل اسمه بابا جان بتاعهم ده كان وزير الماليه، ادخلوا اصلاحات كتيره جدا، بس واضح ان هم لما قرروا يدخلوها المساله كانت سلسه يعني، يعني زي ما يكون عجينه وهو بيقسمها ببساطه يعني. لما قرر يعمل حاجه شبه الشباك الواحد اللي عندنا في الاستثمار لا عملها يعني، الموضوع خلص طبعا. مثلا ما حب انه يسهل الفيزا عشان الناس تيجي في مؤتمرات وسياحه وكلام، مشيت الموضوع كده. واحنا احنا الدوله العميقه بتاعتنا دي وقفلنا حتى يعني هي حمتنا صحيح، بس في نفس الوقت هل هي صعبه للدرجات بحيث ان احنا ما احناش عارفين نحرر سياساتنا من الجهاز البيروقراطي بتاعنا؟ والله يعني احنا فاتنا برضه شويه، وانا يمكن الواحد اليسار خلى الواحد ايه طول الوقت كان مركز شويه على انه يعني متعاطف مع الجماهير ومعاها وايه ونقده طول الوقت للنظام السياسي. انا متهيألي بقى عندنا الجماهير العميقه في مصر
يعني ما في الدوله العميقه والجماهير العميقه المجتمع العميق. الحقيقه بجد لان انا فاكر يمكن ده واقعه مش بعيده قوي، كان حد جاي يسجل الشقه اللي انا ساكن فيها. فالمهم يعني ايه، انا كنت متفق مع محامي حيراضيه يعني ايه. فالمهم جه وقعد قال لي وخالد محي الدين وانت بقى في التجمع وانا ناصيه ومش عارف ايه، طب الاخر عايزين دخلنا. فقلت له ما المحامي يدى الحوالي. قال لي لا ما حصلش. فالمهم اديته فلوس، فشويه طلع المحامي قال لي لا والله ده ابن كلب، عفوا يعني بكلمه كذاب ده انا اديت له. فاقصد اقول يعني ده طبعا من ده كتير قوي الحقيقه. فاقصد اقول انه واذا كنا بنلوم على قطاع كبير في المجتمع اسمه تجار يعني، فبنؤكد ان دي ممارسات لا يمكن الواحد يتقال انها فعلا سويه في عالم التجاره والمنافسه المفروض تكون شريفه وكذا. فاقصد احنا بأمانة الإصلاح محتاج يمشي على مسار المجتمع وعلى مسار مؤسسات الدولة وسياساتها العامة يعني. بس يعني كأنه حضرتك بتقول انه لو جبنا احسن حكومة في الدنيا وما كانش في إصلاح لعلاقة المجتمع بالدولة، علاقة الناس ونظرتهم لنفسهم ولدورهم، ما اعتقدش ان احنا هنتقدم. اكيد، بس للامانه طبعا احنا بنقول طول الوقت ان السمكه بتتنظف من خياشمها يعني. مسؤوليه الدوله والنظام السياسي اكبر بكتير، وهي المفروض تقود المجتمع. بس انا كمان بقول ايه، انه طول الوقت لازم عارفين انه الحياه مش ان انا بس يعني اتكلم مع السيسي ولا رئيس الوزراء بس ولا الوزير الفلاني بس، لا. في مساحات في المجال العام للمجتمع نفسه يعملها حتى مع نفسه. يعني على الاقل زي ما بنقول يعني زي النظافه قدام البيوت ولا احترام الاشارات المرور ولا التعامل مع السياح كويس. في جانب واسع جدا من الحاجات المفروض برضو المجتمع عليه دور فيها يعني. طيب انا هتنقل للقضيه اللي اكيد حضرتك بتسال فيها كتير، لان انا بتسال فيها كتير، الا وهي الدولار، هو ده هيعلى ولا هينزل؟ طب خلاص يعني سواء عالي او نزل. السؤال هو مش احنا في يوم من الايام الاسعار ارتفعت عشان الدولار ارتفع؟ طب دلوقتي ربنا وفقنا والدولار انخفض، المفروض الاسعار تنخفض، ما بتنخفضش ليه؟ والله انا رايي ان احنا يجب ان نقدر عاليا الـ 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 الخبرات العاليه جدا اللي عند التجار في مصر، والكثير من ممثليهم للاسف في تبرير عدم انخفاض الاسعار الحقيقه بيقولوا حجج مضرتهم على النصب علينا. لا الحقيقه حاجه لا تصدق يعني. اصل الصين شويه بس هيرجع يطلع تاني، كان عندهم اجازات وبعدين اصل لاحظ مش عارف كنا مستنين ايه. لكن في كل الحالات في الطلعه والنازله احنا ضايعين يعني. التجاره الداخليه واحده من الملفات اللي يعني فيها فشل واضح جدا في مصر، ولابد من نظره مختلفه. احنا بالمناسبه ما عندناش سياسه تجاريه خارجية يعني متكاملة، وحتى عدد المتخصصين وحضرتك عارف سواء في كلية الاقتصاد في القاهرة أو حتى في كليات أخرى عدد قليل جدا. احنا دايما نقول الدكتور سميح فوزي والدكتور أحمد غنيم يعني أربعة خمسة اللي يعني إيه، لكن حتى الظاهر أنه لا يستعان بهم بشكل كافي في الحكاية دي. فالمهم لا عندنا سياسة تجارية خارجية تحدد بالظبط عايزين ايه منين ونجيبه باقل تكاليف، وايه نوع الحواجز اللي ممكن نحطها ضد حاجات جايه ورايحه، ده اللي مش واضح لسه. واذا التجاره الداخليه محتاجه معالجه شامله يعني. وفي نفس الوقت الحقيقه اللي انا شايفه عشان برضو نكون منصفين، انا مش شايف في مكافحه الفساد او في مكافحه الجشع اللي موجود في التجار والممارسات الغريبه اللي عندهم دول اي رغبه حقيقيه في الاستعانه بالمجتمع يعني. عفوا حصلت بس في الحكايه دي فضل. ال 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 التجار في تقديري كل واحد اتعلم حاجات كتير من ثوره يناير و30 يونيو، وبالذات يمكن الاحداث اللي بعد يناير، ان قوه الجموع دي يعني لا تصد ولا ترد. يستطيع 400 500 واحد، وحضرتك كنت في مجلس الوزراء وشفت، يبقوا كتله واحده بس كده يعملوا لك يعني وما تقدرش فعلا ولازم تعمل لهم حاجه. فانا رايي ان التجار بيتصرفوا في مصر على اساس انه مين هو اللي هيقدر علينا. مباحث التموين ايه؟ 200 300 واحد، ايش جزء فيهم يعني ذمته مش قوي، وايش ايه؟ وايش يعني برضه روتيني، وايش كذا، المهم يعني هيعملوا هياخدوا 2 3 النهارده، احنا 3 مليون واحد، فبيتصرفوا كانهم جموع لا يمكن كبحها. وبالتالي بالظبط الحقيقه، فلا يكبح الجموع الا الجموع، لابد من اشراك حقيقي للمجتمع المدني وروابط المواطنين، والناس عندها استعداد اللي هتعمل مبادرات عشان تكبح عمليات ارتفاعات الاسعار اللي فعلا ابعد ما تكون عن انها تبقى منطقيه. استاذ مصباح حضرتك اتكلمت عن المجتمع هنا، وانا فاكر انه كان لسه اهلنا في الاردن كانوا عاملين حاجه لطيفه جدا، حمله لمقاطعه الدواجن. وفعلا نجحت يعني، اقصد طارئ الاسعار والبيض وحاجات غريبه. احنا ليه ما عندناش حملات من هذا النوع؟ حاجه سعرها ارتفع احنا مش هنستهلك، خلاص قولوها انتوا. الحقيقه ان يعني تتحمل برضه النخبه المصريه المقتدره شويه مسؤوليه كبيره في الحكايه دي. وهي الحكايه ممكن بس تنجح لما تيجي كده يعني. انا متصور انه يجب على علية القوم في بلدنا انهم يقودوا عمليه مقاطعه السلع
اصل خلي بال حضرتك طبعا زي ما انت عارف المهونه عند الناس الاقل دخل قليله قوي طبعاً. اصل اللي بيشتري الهامش المنور ما فيش طرف كبير قوي صحيح. يقدر يمنعه، لكن على عليه الخوم في مصر انهم فعلا هم اللي يقودوا الحكايه دي، عشان التجار يعرفوا انهم قدام قوه شرائيه رهيبه، وانه فعلا كونها تقرر انها تقاطع هيعمل معاهم فرق كبير جدا. ثانيا بقى لازم فعلا يعني زي ما اتقال اكتر من مره ان قانون الجامعات كان حاجه مؤسفه الحقيقه، احنا فرحانين ان هو لقوا حيله كده وكانوه في الدرج يعني في البرلمان، لكن على الاقل يجب يتعمل بطريقه كويسه جدا تشجع المبادرات الوطنيه، وما فيش حد مختلف اطلاقا على انه سبوبه التمويل الاجنبي والكلام ده عار يعني يجب ان يتوقف ويبقى في طريقه ثانيه للتعامل معاه. طيب خليني بقى اذن حضرتك اطلع فاصل سريع وبعد الفاصل عايز اخد الصوره كده، هدي لحضرتك معادله ونبص عليها مع بعض ونشوف هو احنا بنعمل ايه في كل عنصر من عناصرها. فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع الاستاذ مصباح قطب الخبير الاقتصادي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندنا معادلة كده لطيفة زمايلي هحطوها على الشاشة عند حضراتكم، ودي نقدر نقول منها ملخص يعني لإيه اللي المفروض يكون بيحصل في الدولة، هدف الدولة يكون إيه؟ تعلي ثلاث حاجات وتقلل ثلاث حاجات، تعلي الاستثمار لأن ده بيؤدي لارتفاع في النمو، وده بيؤدي لارتفاع في التصدير، وفي نفس الوقت بتحاول إنها تقلل البطالة وتقلل التضخم اللي هو ارتفاع الأسعار، وطبعًا تقلل الديون اللي عليها سواء ديون داخلية أو ديون خارجية. بصفة بقى الأستاذ مصباح قطب رجل يعني خبير اقتصادي ومتابع ممتاز لما يحدث في مصر الآن على المستويات الستة، فأنا هبدأ بإني أسأل حضرتك في الست متغيرات دول، هم في الست علب دول، هم هو احنا بنعلى بنقطة بنعمل الصح، السياسات اللي بنتبعها بتؤدي للنتائج اللي المفروض ان احنا نكون متوقعينها، ولا في فجوة ما خلل ما ونشتغل ازاي؟ هبدأ بالاستثمار. يعني طبعا المؤتمر شرم الشيخ مارس 2015 كان امر مؤلم جدا الحقيقه، انه حصل عمليه ترويج واسعه جدا لقانون استثمار جديد بمزايا جديده، وما فيش يعني الحفله خلصت من هنا واكتشفنا ان في نواحي قصور كثيره واختلاف شديد حواليه في المجتمع وحتى ربما داخل بعض دوائر الحكومه نفسها يعني. فكان موضوع مؤلم، وجات بقى وزاره الاستثمار الوزيره العابره السيده داليا خورشيد مع كامل الاحترام بدا اختيار مفاجئ للغايه لكل الاوساط السياسيه وغير السياسيه في مصر، ما كانش حد مدرك يعني الست دي تقدر تعمل ايه يعني في مرحله ما شكرتها وطلبتها انها تستقيل الموضوع مش بتاعها يعني، لا هي شاطره في حاجات ثانيه بس اقصد بالتاكيد يعني ما كانش اختيار موفق وبتضيع وقت في ولا نملك طرف ان احنا نضيع. فجي المهم دلوقتي احنا بنأمل يعني ان الدكتوره سحر تولي عناية جامدة لموضوع القانون الاستثمار ده بحيث يطلع ليس فقط قانون متوافق عليه ولكن أيضا يتفق مع المعايير العالمية. وأهم حاجة فيه الحقيقة، وأنا دايما الكلمة دي اللي بتقولها الدكتورة بسنت فهمي، احنا جزء كبير منه بيخاطب المستثمرين الاجانب صح. والمحليين بالتاكيد يعني، بس نقدر نسمع اللي هنا، بس كمان مهم نسمع اللي بره عايزين ايه ومستشارين القانونيين بشكل خاص صح. احنا لاحظنا في الدباجه بتاعه المشروع اللي كان قدمته طلع يعني نسخه كده من عند الاستاذه داليا خورشيد، بعد الاطلاع دي مكتوبه حوالي 67 مره، بعد الاطلاع بعد الاطلاع بعد الاطلاع، فالناس دي بتاخد الكلام ده جد، لازم هيجيب ال 67 قانون اللي انت بتقول انك طلعت ويدرسهم ويشوف انت بتقول له انا عشان اعمل ده انا لازم يكون كل الحاجات دي مستوفاه. طب هاتهم يعني بقى هاتهم لا يا عم انا مش عايز انا اروح تركيا اروح تونس اروح يعني اي دوله ثانيه يعني انت بتطفشني مجرد بصياغه القانون. كلام صعب الحقيقه. وفي نفس الوقت برضه عشان اكون امين، ليس بقانون الاستثمار وحده يتقدم الاستثمار في اي بلد، ويمكن برضه الدكتور زياد صاحب فضل في الحكايه دي عشان ننسب ليه دايما يقول يعني ايه اصلاح تشريعات الاستثمار وليس قانون الاستثمار. حاجات كتيره جدا مرتبطه بيه، حتى جزء منها يخصنا الصحفيين، لكنه ايضا يخص المستثمرين زي قانون المعلومات. لازم الناس تبقى واقفه على خط واحد في معرفه ايه التوجهات، ايه السياسات، ايه الاجراءات اللي متبعه، ايه المشاريع اللي هتطرح في المستقبل، عشان ما يروحش مثلا واحد يحجز في حته ارض لانه عارف ان الحكومه هتعمل هنا بعد شويه كذا مثلا يعني. فاقصد اقول قانون المعلومات، قانون المناقصات والمزايدات، يعني قانون المحال التجاريه والصناعيه الى اخره. ففي حزمه من الحاجات لازم يتبص عليها مره واحده.
ومن حسن الحظ ان هو برضه طبقا ليه، وانا بالتاكيد مصدقه وحضرتك مصدقه، انه لو فتحنا بس الادراج، لانه كان اللجنه بتاعت اراده ده المشروع بتاع الاصلاح التشريعي بيقول انه تقريبا في قوانين خلصانه بنسبه 90% من الحزمه اللي هو مطلوب اصلاحها، وبالتالي بس الناس محتاجه تبص فيها وتعمل لها قدر من التحديث. لكن موضوع الاستثمار ده موضوع مهم، وبصفه خاصه تشجيع المستثمرين المحليين ومتوسطي وصغار المستثمرين في مصر. صحيح بقى في مبادره من البنك المركزي لسه مش قادره تشتغل قوي، يعني ايه مش عارفين ليه، وجزء منها ممكن نكون عارفين، لكن في النهايه ما استغلتش قوي، رغم انه هيوفر تمويل 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات. وفي محاولات، وفي في الخطاب العام كل شويه نقول المشاريع الصغيره والمتوسطه مش عارف 90% من ايه، لكن لا يزال برضه الموضوع ده محتاج عنايه. وزي ما بيقولوا متوقع ان هم يعملوا لها وزاره او يعملوها يعني قطاع واضح ومحدد كده يهتم بالمشروعات الصغيره، بس مش وزاره او يعني احنا يعني انشاء كيانات جديده كمان بقى مزعج للغايه. بنشتكي طول الوقت من تضخم الجهاز البيروقراطي، وكل شويه الاقي ايه احنا انطباعيين يعني يحصل ازمه في السمك نقول لك نعمل وزاره الثروه السمكيه، في مش عارف ايه نقول وزاره الايه، يعني برضه. طب هو مين اللي ماسك ملف هو دلوقتي مع وزير التجاره والصناعه والمشاريع الصغيره والمتوسطه، في شغل مش بيحصل، ما مش عارف الحقيقه، يعني مش واضح على الاقل، لانه الجزء الاهم منها الناس يعني الداء الاكبر في مصر هو موضوع الملاحقات اللي بتتم للمستثمرين من قبل البيروقراطيه المصريه، واللي مش لاقي لها لحد دلوقتي حل. كان زمان في ايام يعني في ال40 سنه من السادات وانت جاي كان في معادله، دع البيروقراطيه تمارس فسادها كما تشاء، وفي نفس الوقت دعها يعني ايه تمرر لنا الانتخابات والاستفتاءات، لانه كان بيبقى الموظفين هم المسيطرين على اللجان، فكان في نوع من المقايضه متهيألي المفروض انها مش موجوده دلوقتي. فساد مالي في مقابل فساد سياسي. ايوه يعني فبصه يعني هتمشي. فدلوقتي المفروض ان المعادله دي مش موجوده، وبالتالي احنا بنتوقع او نامل انه يبقى في تشريعات استثمار كويسه ومناخ وقانون التراخيص الصناعيه المفروض انه عند مجلس الوزراء. واحد من الحاجات المهمه، انا بقول لحضرتك انا عارف ان انا يبان كده كاني مستقصد الحقيقه وزير الصناعه، مع ان راجل بحترمه تماما. هيئه التنميه الصناعيه محتاجه تتفور من الالف للياء. بيبقى عيب قاتل قوي لما يبقى عندك خبرائك انت في الحكومه اعجز واضعب بكتير من اللي هيتعامل معاك. زرقهم في قطاع الخاص. بالظبط، بيجايب بقى اساتذه جامعه معاه بتاع، وكمان بتقعد تعطل فيه وتطلب منه حاجات، وفي طبعا جانب فساد يعني ايه مش قليل. فبالتالي واحده من المداخل المهمه ايضا لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر هو هيئه التنميه الصناعيه، فضلا طبعا عن هيئه الاستثمار، ويجب يبقى في تحسينات جذريه. هل حضرتك مع الفكره طرحت ان يكون في وزاره اقتصاد مع فيها اسم كبير وهو اللي يدير، يعني نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه مثلا، ويتم بقى اذا حضرتك بتقول انا شايف ان ده بجد منطقي، ويمكن الدكتور جود عبد الخالق قال اكتر من مره، وكان عنده برضه مقترح الحقيقه مهم مفيد ان احنا نشير اليه، لانه بقى له فتره بيقولوا برضه بيكرروا ان بدل وزاره الاستثمار يبقى اسمها وزاره الادخار، لانه فعلا تقريبا منذ يعني وفاه جمال عبد الناصر وكلمه الادخار دي اتشطبت، كانت حاجه كانت بقت فعلا جزء من التداول اليومي في لغه الناس واهتماماتهم والتلاميذ والمدارس والحصاله ودفتر التوفير، ده تقريبا ضاع. عشان كده احنا معدل الادخار بائس يعني عندنا في مصر مقارنه باي دوله عايزه تنهض، لكن يبقى في حقيبه اقتصاديه عندها نظره كليه كده للوضع الاقتصادي، انا شايف انها حاجه بجد مفيده جدا للحياه. طيب ولان الاستثمار او احنا نقول ايه الملعب اللي في الاستثمار ما تعدش بشكل جيد، فده انعكس على النمو اكيد، فالنمو يعني العالي ما بقاش عالي بالقدر اللي احنا محتاجينه. هو كمان احنا خفضنا يعني التوقعات يعني ايه من 4.3 من 10% الى 4%، وزاره الماليه يعني اعلن ده الوزير رسميا، وكمان بنقول يا رب بصراحه برضه يبقى 4% يعني فينزلش عن كده. فطبعا يعني كل احنا محتاجين يعني او زي ما 20-30 بتقول عشان ايه نبقى نطلع 5-6 وبعدين نوصل ل8-9 في وقت من الاوقات، ونستمر على كده 10-15 سنة عشان نعمل فرق في الحياه المصريه وننتقل من الحياه التعيسه اللي احنا فيها دي لمستوى تاني. هي المشكله ان حضرتك لما بتقولي 4% واحنا نسبه الزياده السكانيه 2.6%، ده معناه ان احنا في حاله افقار، احنا بنفقر نفسنا بانفسنا. اكيد، لانه يعني الفرق ده بسيط ما يصنعش فرق يعني صحيح. ما يصنعش فرق، فاحنا محتاجين يعني حاجات كتير في مجال الاستثمار. ونشوف بقى ننقل للمحور الثاني ولا نكمل فيه. التصدير برضه يتقال الحقيقه اكتر من مره، وانا حقيقه بشيد بالمجهود اللي الناس بتعمله في المركز المصري للدراسات الاقتصاديه، للامانه هم طول الوقت بيطلعوا حاجه اسمها راي في خبر، فبيعلقوا دايما على الحاجات اللي لها علاقه بامور جايه، زي مثلا موضوع التصدير في اكتر من مناسبه. برضه احنا محتاجين حاجات كتيره جدا في ليس في مقدمتها، ودايما مصر غريبه كده، موضوع دعم الصادرات.
بالعكس ده مسار جدل سياسي، وهو والناس محقه الحقيقه انك تقول انه الاولى هو دعم المنتجين وبعدين نشوف المصدر فعلا لو في يعني في وضع صعب كده ممكن نعمل له مسانده ومسانده مشروطه الى ان يتحقق. لكنك انت تعمل خدمات بنيه تحتيه ولوجستيات كويسه ونقل كويس ومبردات ومواني كويسه، يعني منظومه كبيره جدا وعمليات تعبئه وتغليف كويسه والى اخره، تخلي الحلقات كلها تمر بسهوله كده ويبقى في حتى توزيع عادل للثمار الثمار المحصول ولا السلعه او الخدمه اللي بتصدر على الاطراف المختلفه، ما يشعرش الناس طول الوقت ان فعلا يعني زي ما بيقولوا مصدر وكلا ولعه، ببيع له انا مثلا البرتقال بجنيه ونص وببقى عارف انه بره بيوصل بكذا كذا. ايوه فاقصد اقول كل دي مطلوبه عشان يبقى فيه، لكن احنا ملاحظين طبعا ان كان في انخفاض حد في الصادرات، وانا بعتبره انه جزء منه حميد، لانه جزء من التشوه اللي حصل في مصر ان صادراتنا بتعتمد في جزء كبير منها على مكونات مستورده، فكانك انت بتغذي دوره جهنميه تبان من الناحيه الشكليه انك بتتوسع في الصادرات وعمليا انت بتتوسع في الاستيراد. اه بالظبط في الاستيراد. فما يعني المفروض الواحد يجيب 10 15 سنه يكون والله اصل الواردات فيها مدخلات انتاج كتير والات وبتاع، طب بعد شويه المفروض يحصل فرق فبتتراجع تبدا الواردات تراجع، ما حصلش الحال بالعكس المسار طول الوقت كان ماشي في سكه زياده، استورد اكتر ومصدر اكتر في نفس الوقت. اه لكن اللي حاصل ان احنا بنستورد اكتر وبنصدر اقل. يعني الصادرات بتقل، فالحكايه دي لازم تتصلح، وجزء من موضوع اصلاحها ايضا مرتبط برغبه الدوله، يعني اراده الدوله في انها تحدد مجالات واضحه. الحقيقه دي وزير الصناعه قال فيها في اربع حاجات اساسيه هنركز عليها، لكن انا شايف ان برضه الموضوع ده محتاج مزيد من المناقشات. هو كان بيقول على الصناعات الهندسيه والصناعات الكيماويه والصناعات الجلديه والغزل والنسيج، دول الاربع قطاعات اللي شايف ان احنا عندنا ميزه تنافسيه فيها. بس انا يعني بقول الحقيقه ان احنا لا يزال زي ما بيقولوا مصر حبله بالمفاجآت فيما يتعلق بقدرات الناس انها تعمل حاجات مدهشه. يمكن انا يمكن مثل ما هوش يعني مش هقول حتى اسم الشركه، لكن كان مفاجئ ليا انا نفسي ان انا اعرف بس من 6 شهور ان في شركه موجوده في القريه الذكيه، هي كانت بدات ب 100 مهندس في 1200 مهندس، هي اللي بتعمل كل السوفت وير بتاع العربيات ذاتيه القياده في العالم كله الحقيقه، بس جزء الامريكان شويه بداوا هم يعني كانوا بيدونا بس حاجات ننفذ احنا، يديك التصميم وانت تنفذه، لكن اوروبا كلها هذه الشركه هي اللي بتعمل ده. فاقصد اقول من الواضح ان احنا عندنا حاجات مهمه جدا. وكمان في الحاجات اللي تنتمي الى مدرسه 100 غمر ودسوق اللي ما حدش طول الوقت يهتم بيها الحقيقه، يعني ناس زي ما حضرتك بتشوف مثلا في موضوع انك انت بتعمل المكنه بتاع الطعميه دي وبتاعه العصير، في حاجات كتير كده ومكن ري ومقطورات وكذا، في صناعه محتاجه مسانده حقيقيه ومخلصه، مش محتاجه اغارات عليها كل يوم بدعوه انك انت مفيش طفايه مفيش مش عارف ايه، ممكن تعمل معانا فرق سواء في الاخلال من الواردات او حتى في خلق ميزات لمصر في صادرات جديده. يعني طيب انا حضرتك اتكلمت عن البطاله، حضرتك اتكلمت عن التضخم وارتفاع الاسعار، الديون احنا وصلنا لمعدل ديون عالي جدا سواء الدين المحلي او الدين الخارجي، يقلقك؟ يعني انا بيقلقني انا شخصيا يعني خلقتي، لانه يعني كان ابويا الله يرحمه كان دايما يوصينا بان نبتعد عن البنوك. فكان البنوك لانه في ذاكره الفلاحين المصريين انه الكوارث اللي حصلت في ايام الكساد العظيم لما القطن نزل وبنك الزراعي ساعتها استولى على مساحات كبيره من الارض، وتكرر المشهد مره ثانيه ربما يعني على ابواب الحرب العالميه الثانيه، فكان طول الوقت الناس كانت عندها احساس انه البنك اللي عرفوه او معظم المصريين هو بنك التسليف الزراعي ده انه يعني حاجه مصيبه فما يصحش الواحد يجي جنبه. لكن انا بعتقد طبعا فضلا عن الخبره بتاعه الخديوي واسماعيل وكتاب بتاع ديفيد لاندت الحقيقه غايه في الاهميه بتاع بنوك وبشوات، فانا عندي هذا الحذر يعني ان الديون تبقى مصيده لعوده التدخل مره ثانيه باشكال مختلفه في القرار المصري. ويمكن من حسن حظنا يمكن انه تجارب زي اليونان بتعلمنا فعلا، يعني مؤكد انه ده هو بلد ديمقراطي جزء من اوروبا في يسار قوي وفي يمين قوي، ومع ذلك وقع في الورطه دي وبيعاني فعلا من التركه اللي بتاثر عليه. فانا شايف ان كان في قدر من الاستسهال، وبزعل جدا لما يبقى فيه كمان ايه عمليات احتفاليه
بما جلبناه. يعني الحقيقه انا شايف انه يعني يجب بجد نتعامل بطريقه مختلفه. ده انا حتى والله في حتى لما بنقول انه احنا عملنا طرح دولي من سنوات وبتاع، بقول برضه لازم نتعامل معاه بقدر من التواضع شويه. صحيح من الناحيه الفنيه انا عارف انها مساله الحقيقه مهلكه للي بيشتغلوا فيها، بيغيبوا خمس ست شهور يشتغلوا في طرح وترويج وناس جايه تيجي وبتبص على كل تفصيله في مصر الحقيقه، لكن في الاخر انت بتستلف يعني، ما مش مجد كبير قوي. وسوق المال خزانة بالدولار، انت بتستلف يعني بالدولار، بتستلف واسواق المال العالميه ليها طريقتها في انها يعني ترمي شبكها حواليك يعني. يعني كل طرح انا فاكر والله حتى من ايام الدكتور يوسف بطرس، فتلاقي يقول لك ويا حاجه نجاح عالمي وايه ده، احنا ما كناش المستثمرين العالميين نفسهم اللي اشتروا طبعا يقول لك ما كناش متوقعين انها تبقى كده وحاجه جامده. فالواحد برضه المفروض يبقى يعني ايه اكثر حرصا في التعامل. طب حضرتك جبت سيره الدكتور يوسف بطرس، يعني هذه المجموعه من الناس اللي اشتغلت مع الدكتور احمد نظيف الملف الاقتصادي، المهندس رشيد والدكتور محمود محي الدين، هل لهم مكان في حياتنا السياسيه والاقتصاديه حتى بشكل غير رسمي؟ هو سؤال صعب الحقيقه، لانه احنا طول الوقت الواحد انا احب اكون امين ولو حتى جبت النفس البهدله يعني. هو من ناحيه الخبره الفنيه والقدره بالتاكيد الفريق ده افضل من ناس كتير جدا جدا الحقيقه موجود دلوقتي. يعني الحقيقه من دلوقتي وحتى ربما قبل كده، احنا اصلي من يعني ايه من ايام كده من 75 وانت جاي كان في كده اشكال غريبه يعني تواردت على المسؤوليات السياسيه والتنفيذيه. لكن انا لا اعتقد ولا اتمنى انه حد منهم يرجع للمشهد السياسي والتنفيذي مره ثانيه. احنا بنقول انه يعني مصر تقدر طول الوقت انها تجدد دمها وتطلع خبرات جديده وتبقى بنت عصاها، بس احنا نفتح الشباك ونشوف كويس يعني، بدل ما حاطين 2 سم بس كده بنبص منهم على مجموعات عارفينها، على ناس متاكدين قوي انها يعني ايه اخلاقها رفيعه. انا شايف اهتمام الاخلاق دي مساله مهمه جدا الحقيقه، لكن شايف اهتمام قوي انه يعني اول حاجه في المسؤول يبقى اخلاقه رفيعه. لا، احنا عايزين مع اخلاقه رفيعه حاجات تانية كتير، فلازم يبقى في اهتمام بالكفاءه والقدره على الانصات الجيد الى شعبنا يعني ومخاطبته بطريقه كويسه فكذا. هل جزء من سياسات الدوله ما بتراعيش فكره الاثار غير المقصوده للقرارات؟ فمثلا يجي يقول لك هنحط حد اقصى للاجور، وبعدين تكتشف بعد الوقت ان احنا بنطلع استثناءات لان الكفاءات هتهرب، واحيانا بتيجي في بعض الوزارات يقول لك طب انا هسيب ازاي يعني مبلغ قد كده باخده في الشهر عشان اخد مثلا 30,000 جنيه. هل احنا شويه ما بنراعيش يعني بندخل بصدرنا كده في امور شعبويه عشان نرضي الناس والناس تسقف لنا وفي الاخر خلاص البلد كلها تدفع الثمن؟ بس للامانه مش في الحته دي قوي، انا عارف ان ادي مثال ثاني. طيب لا، ما انا وحاجه الحته دي يعني احنا ايه ما بنراعيش بالتاكيد، زي يعني المثل الصارخ يعني بتاع نطلع قرار مثلا ايه اللي هنصدر الرز ونوقف ونرجع تاني. السكر هنحط مش عارف رسوم على ايه ونرجع، الفراخ نقول هنحط جمارك ونرجع. يعني كان واضح ان في ده مطبخ ما بيشتغلش كويس وما بيراعيش فعلا ابعاد مختلفه للقرارات، وسرعان بقى ايه ومع اول صوت عالي برضه بيتخض. يعني ربما احيانا تبقى الحكومه معاها حق بس تلاقي هيصه فتتراجع، وده معناه انك فعلا ما انتش واقف على ارض صلبه وانت بتعمل ده. لكن انا والله بقول بكل الاخلاص ان في رغبة حقيقية في القضاء على تشوهات الأجور في مصر لأنها مؤسفة للغاية. يعني الفترة بتاعت يمكن الدكتور نظيف بقى يتحمل مسؤولية وفيهم الحكاية دي، هم كان عندهم فكرة سعر السوق ودي كفاءات، وأنا الحقيقة ضد المنهج ده، وتحت هذا المسمى وربما كمان رغبة من يعني جمال مبارك أن يكون له يعني زي ما تقول أزرع في الجهاز التنفيذي، خلى في كل مؤسسة 3-4 بياخدوا مبالغ بصراحة أسطورية الحقيقة عشان يبقوا يعني كرباج يحكم هذه المؤسسات ويسيطر عليها، لانه ما فيش قاعده جماهيريه هتسنده، فبالتالي عايز المؤسسات عنوه كده تسنده وكذا. لكن انا بعتقد طول الوقت انه لا يصح الا الصحيح، العمل العام لا يمكن ان يكون مجال للتربح او الكسب الكبير او واخد مرتبات كبيره، واللي عايز ده الحقيقه فعلا ما حدش يبص عليه، يتفضل يروح يورينا شطارته في القطاع الخاص، ولازم نبقى عارفين انك كسبان 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 لو اشتغلت ببلاش في الحكومه. طب انا عندي اقتراح بس هكمل الحكايه دي، لانه الناس فاكره انه يقول لك ده فلان ما كان سايب ملايين. لا، اللي بيشتغل في الحكومه بيرجع تاني المليون اللي كان بيكسبه بيبقى 4 مليون، لان زي ما بقول لحضرتك بيشوف مشاهد اكتر طبعا، حركه اليه الدوله اسمه علاقاته، عرب بييجوا اجانب بييجوا، لا مش بسيطه يعني. فبالتالي ما عيب قوي ان احنا نقعد ندور على نستثني بقى من الحد الاقصى ولا كذا. طيب خليني بس انا عايز اقول حاجه يعني استناد لكلام حضرتك، هو ليه الدوله، ليه الحكومه، خلينا نتكلم بشكل مباشر، ليه الحكومه ما عندهاش فريق خبراء زي حضرتك يعدوا عليهم القرارات قبل ما يعلنوها على الراي العام؟ يعني اقصد ايه؟ ما هي اصل واحده من ادوات يعني الببليك صناعه السياسه العامه للدوله بتمر بمراحل، واحده من المراحل انك انت لازم
تسوقها صح كويس. ولازم عشان اسوقها صح يبقى لازم يكون منتج جيد. طب انا هعرف منين ان هو منتج جيد واسوقه صح ان ما كانش حد زي حضرتك والناس التانية بتشتغل في الاعلام وفي الصحافه والاكاديميين يبصوا على الكلام دوت قبل ما نطلع وبعدين نطلع غلط فنرجع تاني وبعدين شكلنا وحش ولا اخره. وحضرتك رد عليا في 30 ثانيه. هو في مطبخ في كل جهه، بس هو المطبخ ده فيه مين وبيشتغل ازاي؟ يمكن شويه الحقيقه برضه من غير يعني تحيز، من غير ما اقول ليه التحيز ده او بشبهه التحيز عندي، انه التجربه بتاع وزاره الماليه بنواب انا راي انها مساله مفيده جدا الحقيقه، يعني بتخلي فيه مشاورة أوسع حول القرارات المختلفة ومن زوايا مختلفة لأنه كل واحد ماسك تخصص معين. لكن أنا بقول لا، يجب أن يكون له إطار محدد يراعى، لازم يبقى فيه مانيوال كده لاتخاذ القرارات، مش بس مشروعات القوانين والقوانين، كل قرار وزير مسأله لازم يعدي على هل عديت على ده، هل عديت على ده. اه بالظبط. اشكرك استاذ مصباح قطب، شكرا جزيلا. انا سعيد جدا باللقاء واستفدت. الله يخليك. اشكرك يا فندم. اعزائي المشاهدين، بيتهيألي ان احنا عدينا بتجربه دسمه او يعني جرعه دسمه من التحليل الاقتصادي والسياسي. احنا محتاجين حكومتنا تكون اكثر تفاعلا معنا، انا مش هقول اكتر من كده. ولو ده الشيء الوحيد اللي احنا اتعلمناه النهارده من كلام الاستاذ مصباح يبقى شيء عظيم جدا جدا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده، وقدر الله الاستاذ مصباح قطب قوله. اشوف حضراتكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله.